مرض السكر خطير، ومش معنى انك صايم وما اكلتش حاجه وما دخلتش جسمك اي سكريات يبقى كده السكر في جسمك مظبوط. ده انت كده حالتك ممكن تكون اسوأ من لما تكون فاطر، بس انت اللي مش واخد بالك. معاكم اخصائيه التغذيه ساره عصام من برنامج معلومه خفيفه. صيام رمضان ومرض السكر. في البداية ايه اللي بيحصل في جسم مريض السكر ساعة الصيام؟ اولا لازم نفهم ان جسم مريض السكر ده عنده اضطرابات في هرمون الانسولين اللي بيتفرز بشكل قليل، ومعنى انه في لخبطة في الهرمون ده بيخلي سكر الدم ما يوصلش للخلايا وبيبقى مش منتظم. يعني مش شرط علشان هو صايم بقاله كذا ساعة كده يبقى سكر الدم قليل، لا، طبيعة جسمه مختلفة وعادي ممكن يلاقي سكر الدم عالي في عز الصيام. معنى كده نخلي بالنا اننا لازم نقيس السكر وقت الصيام ونطمن ان كل حاجة تمام. النصايح اللي ممكن يتبعها مريض السكر في رمضان: اولا هنبلغ الدكتور اللي احنا متابعين معاه ونستشيره اذا كان ينفع نصوم اصلا ولا لا، وفي حالة الدكتور نبهنا ان نفحص مستوى السكر بانتظام، واذا كنا بنعتمد على الانسولين ممكن الجرعة بتتغير حسب الحالة. المضاعفات اللي بتحصل لمريض السكر في رمضان: هبوط سكر الدم الهايبوغلايسيميا، يعني انخفاض مستوى سكر الدم تحت المستويات الطبيعية، يعني اقل من 70. تاني حاجة ارتفاع سكر الدم الهايبرجلايسيميا، هو ارتفاع سكر الدم عن المستويات الطبيعية يعني اكتر من 200. تالت حاجة غيبوبة السكر، لما الجسم مش بيحصل على الجلوكوز الكافي فيبدأ في حرق الدهون علشان يحصل على الطاقة، ولما يحرق الجسم الدهون بدل الجلوكوز فبينتج عندها فضلات اسمها الكيتونز، وزيادة الكيتونز بتزود حموضة الدم فبيشكل خطورة كبيرة على المريض. كمان في حالة انخفاض الزايد في الانسولين، انخفاض كميات الاكل اللي داخلة للجسم في رمضان بيضاعف من خطر زيادة الكيتونز. ايه هي اعراض زيادة الكيتونز في الجسم؟ العطش الشديد وكسرة التبول، الغثيان والقيء، وألم في البطن، الضعف او التعب، وضيق التنفس، او تغيير ريحة النفس لريحة الفواكه. ايه احسن حاجة مريض السكر يمشي عليها في الاكل؟ اولا ياكل بالتدريج، يعني مثلا ممكن يكسر صيامه بمية او ياكل تمراية بس بكميات قليلة وحسب نظامه الغذائي، وبعدها يقسم وجبة الفطار بانه يخلي البروتين في الاول ويزود الالياف علشان تزود الاحساس من الشبع، وبعد كده ياكل نشويات بكميات بسيطة. تاني حاجة انه يبدل الحلويات بالفاكهة، وتالت حاجة انه يهتم بشرب السوائل علشان الاحساس بالعطش بيبقى اكتر في الصيام، يعني كل ساعة يشرب كوباية مية، واهم حاجة انه ما يعملش مجهود في خلال الصيام علشان ما يتعبش ويحصل له هبوط، ولو حس بتعب يقيس السكر فورا، ولو في مشكلة ممكن يفطر عادي. ربنا يا جماعة مدينا رخصة للمرض وده مش دلع. ونصيحة اخيرة لمرضى السكر: التزموا بتعليمات الطبيب علشان خاطر صحتكم.